السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه المرة من خارج العراق، نبدأ من تركيا وقضية الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث نجحت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ المزيد من الأحياء من تحت الأنقاض في اليوم التاسع من وقوع الزلزال المدمر، في حين يستمر نقل الجرحى من المناطق المنكوبة إلى باقي مدن تركيا من أجل العلاج. وذكرت وكالة الأناضول أن فرق الإنقاذ في كهرمان مرعش مركز الزلزال نجحت في إخراج شقيقين على قيد الحياة بعد 198 ساعة على الزلزال، بالتزامن أيضا مع بث الوكالة صورا أخرى لإنقاذ شاب آخر مضى على بقائه تحت الأنقاض 198 ساعة كذلك. دعونا نشاهد جانبا من عمليات الإنقاذ. نستمر مع هذه المقاطع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر في مدينة أنطاكيا التركية. تمكن عمال المناجم ضمن فرق الإنقاذ العاملة من إنقاذ شابة من تحت الركام بعد 200 ساعة من وقوع الزلزال، وبثت وكالة الأناضول كذلك صورا لإنقاذ سيدة مضى على بقائها تحت ركام منزلها المدمر 204 ساعات. لنشاهد. Sakin abi, sakin çıkaralım. Nereye bu tarafa? Çekil oradan, çekil oradan. Ellerine dikkat edin. Oradan, çekil oradan. Elbiseden tutun, elbiseden. Ayakları ne durumda? Ayakları verelim mi? Çok çok. Çekil hocam, çekil oradan. Bak şuraya yatırın hemen, tahtayı getirin şuraya. Tahta burada, yatır tahtaya. Tamam, arkadaşlar, sakin ol. Elden elde dolaştırmayacağız, teyze yerleştireceğiz. Tamam. Ağzını aç, ağzını aç, ağzını kapat. Tamam. Maske koy. 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 Nastemir müşahidina al-kiram ma'a milaf al-zilazil aw al-zilzal alladhi daraba تركيا وسوريا. ننتقل الآن إلى الجانب السوري، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء والسكان المحليون يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض في المدن المنكوبة في الشمال السوري
بعد مضي 9 أيام على وقوع الزلزال المدمر بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في شمال سوريا وجنوب تركيا. طبعا استخدمت الآلات لتحريك أكوام الركام، لكن الكثير من أعمال البحث كانت تجري يدويا، وأظهرت صور واردة من هناك نجاح طواقم الإنقاذ من انتشال طفلة سندس قبل أن تلتقي بعمتها في سيارة الإسعاف في مشهد مؤثر. لنشاهد. نعرض لكم الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي. قصي يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ هالشباب المنقذين والمسعفين وكل من يساهم في إنقاذ الناس. مبارك يقول: الله يجزيكم الخير ويكرمكم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، كن لهم عونا ونصيرا وردهم إلى أهلهم سالمين. تعليق من أبو محمد يقول: الله يجزاكم الجنة يا رب، ترفع البلاء عن بلاد المسلمين عامة. وضمن التعليقات من أيمة تقول: الخوذ البيضاء أنتوا الحياة بذاتها، بتعجز الكلمات عن وصف جهودكم، والله دول عاجزة عن القيام بالشيء اللي عم تقوموا فيه، وجودكم بحد ذاته نعمة من رب العالمين. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام. نستقبل الآن معنا السيد أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر، حياك الله. سعدك أستاذ. الله يسلمك، أهلا وسهلا. والله هاي فاجعة كبيرة جدا يعني. نعم. والله يرحم جميع الأتراك والسوريين وجميع المسلمين من هاي الفاجعة. آمين. ونسأل الله يعني مثواهم الجنة. وهاي فاجعة ما شفناها في كل الأيام والسنين اللي مرت علينا. نعم. وإحنا بتركيا إنها حتى إحنا العراقيين والعرب الباقيين بدينا هنا يعني نعطي مساعدات وحتى نشحنها وندزها. نعم. أهل العوائل هذه الناس. أبو أيسر، طبعا هذه شيم العراقيين، شيم العرب، وهذه هي خصال الإنسان، يعني هاي الإنسانية اللي موجودة عند الكثيرين من المسلمين. حق الله هذا إن شاء. نعم. الله. نعم. أبو أيسر، أنا أريد أسألك بالوقت اللي احنا دا نشاهد به تكاتف تضافر الجهود والتكاتف الموجود بإنقاذ أو لإنقاذ الضحايا أو حتى اللي عالقين تحت الأنقاض اليوم اللي موجودين في سوريا وفي تركيا، وشفنا أداء الحكومة التركية تجاه شعبها، كيف أنها تعاملت فورا مع هذه الكارثة وكيف أنها سخرت كل إمكانياتها. لما نجي إحنا العراقيين نشوف الوضع هذا وهذه الكارثة ونشوف المصائب اللي حلت على العراقيين في الداخل، ونشوف تعاطي الحكومات اللي حكمت العراق مع هذه الكوارث اللي وقعت على العراقيين بفعل فاعل، شلون شنو رأيك أو شنو تعليقك على الحالة اللي دنشوفها في تركيا اللي هي قضاء وقدر، واللي دنشوفها بالعراق اللي هي بفعل الحكومات والأحزاب؟ يعجز الكلام عن الحكومة التركية ما قدمت من تضحية في سبيل إنقاذ أرواح الناس. وشفنا حتى الرئيس التركي يعني يبكي يبكي. نعم. يعني ما موجودة هاي بدولنا احنا. منو اللي نزل دمعة واحدة من ذول السياسيين اللي دي يحكمون العراق على واحد عراقي قتل بدم بارد على يد ميليشيات او على يد عصابات او تشرد من بيته بسبب الدمار؟ منو منهم انب ضميره على اللي دي يصير بابناء بلده؟ البارحة شفت فيديو بالعراق يعني طفل دي يبيع كرزات بعلاقة شايلين طفل عمره 8 سنوات حتى يعيش أمه وأخواته. نعم. شنو هالظلم هذا القهر؟ ليش؟ ده
تشوفون هاي الكوارث اللي تصير حسوا على انفسكم يا عراقيين يا حكومة يا احزاب فاسدة. حسوا على انفسكم يوم من الايام ترهلكم هيك وضعية بلدكم. حسوا بشعبكم شلون جوعان وانتم تملكون المليارات اللي تصرفوها ليش ما عارف. سيد أبو أيسر أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر حساس للغاية ومهم أيضا للعراقيين أن يعلموا حقيقة الجهات التي تدير الأوضاع في العراق وتتحكم بالعراقيين وبأرزاقهم وتتجاوز على القانون. كشفت قضية استيلاء العتبة الحسينية التابعة لمرجعية النجف على أرض باهظة الثمن تابعة لمصنع تعليب كربلاء وتعويضها بقطع أخرى خارج حدود المحافظة. طبعا أقدمت يوم السبت عناصر ميليشياوية تابعة لحشد المرجعية على إغلاق مصنع تعليب كربلاء الذي يعد فخر الصناعة الوطنية منذ عقود، في وقت مارست حكومة محمد الشيع السوداني صمتا مطبقا بينما لم تحرك أو لم يتحرك القضاء لمنع هذا التجاوز بطريقة مفضوحة. طبعا أكدت العتبة الحسينية ما تم تداوله بشأن قيامها باستملاك أراضي معمل تعليب كربلاء واستبداله بمشاريع تابعة لها، وتذرعت الأمانة العامة للعتبة الحسينية بأنها ستوفر أرضا بديلة لمعمل كربلاء خارج مركز المدينة، الأمر الذي عده عراقيون سطوة صلفة لا يمكن تبريرها. وأظهرت صور موظفي معمل تعليب كربلاء وهم يحتجون على ما وصفوه باستيلاء عناصر من العتبة الحسينية على أراضي المعمل مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، وأيضا نظموا العمال عمال الشركة طبعا كربلاء لتعليب المواد الغذائية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة معربين عن رفضهم لما قامت به مجموعات من عناصر مسلحة تابعة للعتبة الحسينية من طرد العمال وغلق أبواب الشركة ووقف خطوط الإنتاج بما يهدد أرزاق كثير من العراقيين العاملين في هذه الشركة. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة. كل الدول تدعم الصناعات والمنتوج المحلي، وبالعكس المكانات الفارغة تسويها مصنع ومعمل. للأسف اليوم بسبب نفوذ بعض الجهات الدينية يوم يحولون مكبس التمور إلى جامعة أهلية، ويوم يشدون مصانع تعليب كربلاء ويريدون يحولوها إلى أقسام داخلية إلى هذه الجامعة أو إلى أشياء استثمارية أخرى ويقطعون رزق ذول العوائل. اليوم العمال وقفة احتجاجية عندهم أمام المعمل، عندهم مطالبات والحديث إنهم حجي شنو اليوم وقفتكم؟ ها مطلبنا عين نريد حقوقنا. أكو بعض المنتسبين خدمتهم هواي يردون حقوقهم بالنسبة الأرصدة مال الإجايز ويطبقون قانون العمل. شهرين يعطونا راتب زائدا هذا النص، شهرين ونص يعطونا راتب. احنا نريد مصيرنا وين؟ وين نروح؟ اللي تعليم كربلاء ما خلى دولة بالعالم ما صدر لها دبس او خال او صاص او مربيات او مقطر حتى للامريكان دزيناه. وين العتبة الحسينية؟ وين الشيخ شو اسمه عبد المهدي الكربلائي؟ وين علي السيستاني؟ وين مقتدى الصدر؟ وين مقتدى الصدر؟ الله اكبر، الله اكبر. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يجمع مراقبون سياسيون على ان مرجعية النجف اصبحت تمثل دولة متكاملة بأموالها وقواتها القتالية غير النظامية داخل الدولة العراقية، ولا يمكن هذه المرجعية أن تخضع للمحاسبة المالية ولقوانين الدولة وسلطتها. وتساءل عراقيون عن فائدة وجود وزارات في الحكومة العراقية طالما تقوم العتبة بتنفيذ مشاريع الدولة والقطاع العام، مطالبين بإغلاق الوزارات وتوفير أموال الرواتب والمخصصات. طبعا أجمع أهالي مدينة كربلاء على أن المعمل صادرته العتبة الحسينية خلافا للقانون والدين والشرع، مستذكرين بأهمية المصنع في تاريخ مدينتهم الذي عملت فيه أجيال من أبناء المحافظة فضلا عن الطواقم العراقية من المدن الأخرى. ونظم الأهالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل المعمل ملوحين بالتصعيد
واتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على المال العام بحسب القانون. لنشاهد. سيكون لنا خطوات مركزية بدعوة كافة المحافظات للمطالبة بإعادة تشغيل المعمل، وكذلك خطوات قانونية للحفاظ على المال العام حسب المادة 27 من الدستور العراقي. ومن الله التوفيق. إلى أبناء محافظة كربلاء، أحرار كربلاء مستمرين بالاعتصام من أمام مصانع وشركة تعليم كربلاء. تابع الآن مشاهدين بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. علي يقول: لا يابا، هاي العتبة مشاريعها كلها خيرية وتفيد الناس، عافية بلد كل شي بيه حرام صار، لحقتوا هاي الناس الفقرة. مريم تقول: المعمل من زمن أجدادنا تابع للدولة، على أي أساس تستولي عليه العتبة؟ أبو جاسم يقول: العتبة حتى الصحراء والبادية استولت عليها، وبعد كم سنة تستولي حتى على بيوت الناس. وأحمد يقول: العتبات سوتها بلا ملح، استملكوا النجف وكربلاء وكل شيء لهم مباح، يجي يوم نصير مثل النظام الإقطاعي، الكل يشتغل يمهم. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نشوف العتبات المقدسة ورجال الدين 2003 لحد الآن، المفروض هم يكونون قدوة المجتمع وقدوة الحياة اللي المواطن اللي يعيشه، ولازم أن يحاربون كل فاسد من أجل المواطن، من أجل نصرة الدين، من أجل الإسلام، من أجل حب الوطن، من أجل المواطن العراقي أن يعيش بكرامة. لكن للأسف نلاحظ العتبات المقدسة الموجودة بالنجف وكربلاء، اللي هم يبين على وجوههم الفساد والقتل والنهب والسلب، هذا يعلن بأنه بعد ما عندنا مراجع، ما عندنا ديانة، وما عندنا حب لآل البيت وأتباعه. هذول ناس يعني عندهم هاي التجارة، حب آل البيت وأتباعه، اللي يصير أنه بيع وشراء بأموال العالم ومقدرات العالم واحترامات للعالم. هاي الأمور اللي كانت عندنا سابقا ما كان العتبات المقدسة تتكلم، لأنه أكو دولة، أكو قانون، أكو قضاء، هو من يتدخل. اليوم يا أبو عمر، ليش صار الوضع أنه القانون فوق المواطن وتحت المرجعية والأحزاب الفاسدة؟ ليش تحول الموضوع إلى هذه الطريقة؟ أستاذ، لأنه عندنا كل المراجع، عندنا وكل الأحزاب تعود إلى مراجع النجف أو مراجع اللي بعض الأحزاب اللي موجودة عندنا. فاليوم عندنا بالعراق اللي قاعد يحكم العراق هم المراجع، هم سبب خلافات البلد، هم سبب تدمير البلد، ولأنه هم منها تكون الحشد الطائفي، ومنها تكونت هاي زعماء الميليشيات وقيادتهم، كلها يرجعون للحماية هاي للمعتبات المقدسة، ومنها هي أبطت الفتوى اللي شباب العراق راحت وسبب دمار العراق من هاي المراجع. هل الشرع والدين يبيح للمعمم، لرجل الدين، أنه يشرد العوائل ويقطع أرزاق العالم بحجة والله ده نبني إحنا سكن مرافق للمرجعية للجامعات، سكن داخلي، يشردون العالم ويقطعون أرزاقهم ويسدون مصانع تغذي العراق، ومصانع مشهود لها تاريخيا بأنها يعني أنتجت للعراق وحتى صدرت إلى خارج العراق منتجات غذائية مثل مصنع تعليب كربلاء، هاي العوائل وذول العمال شنو مصيرهم لما حيشردوهم بهذه الطريقة؟ وين الشرع والدين بقطع أرزاق العالم؟ أستاذ محمد، هم أكو قول الإمام علي كرم الله وجهه يقول: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. هذول لو يتبعون ولاية أمير المؤمنين ما كان أنه يتخذون هذا إجراء. هذا المعمل اللي هو على ما أعتقد أنه من الخمسينات هو يعني معمل خاص يعني للعالم كله وللدول، يعني كله يعرفون معمل صانع تعريف كربلاء. هذه ناس عوائل كثير عايشة عليها، وكثير ناس يعني مدنيين أنه ما تابعين للحكومة، هي تسترزق من عدة وتعطي يعني منتوج كل جيد، يعني كل طيب. العراقيين يحتفظون يعني بهذا المنتوج اللي هو من أحسن المنتوجات. لكن للأسف أنه مراجع اللي موجودة عندنا هاي الأمور ما قامت تمشي، لأنه عندهم المال
وبناء المولات وبناء المستشفيات وبناء الفنادق، هذه اهم من امور اللي طيب. يريدها المواطن العراقي. شكرا ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك للمشاركه معنا. السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم اخوي الاستاذ محمد. وعليكم السلام. احيي قناه الرافدين البطله. اهلا وسهلا اخوي العزيز. دول المراجع دول لا ليس اسلام، دول يدعون بالاسلام مو اسلام، عم دول تبعيه ايران، دول كلهم ضد الشعب، بس الشعب مال اسد ما اشبي اقوم عليهم. عمي يا مراجع دول كلهم ولاهم ايران، هو حرس الثوري كله بايران، هم هو السيساني ايراني الاصل، تفيدك الله ايراني صيحي، هو جاب المرجع جابه هو ايراني. طيب إيراني سيد محمد، سيد محمد وين القانون؟ وين القانون عن التجاوز على المال العام؟ مصنع معمل تعليب كربلاء هو قطاع عام حكومي، شلون تسمح الدولة وتتغاضى عن التجاوزات التي تقوم بها العتبة الحسينية؟ هذا العزيز هو دين الإسلام، يدعون بالدين، هو دينهم دين مزيف يا قانون. سيد محمد سألتك عن موقف الحكومة، شلون تشوف موقف الحكومة بالتعامل مع التجاوزات على المال العام من قبل العتبة الحسينية أو العتبات التابعة لمرجعية النجف؟ سادي محمد عمرتي، هي حكومة إيرانية صفوية، ليس حكومة أكو بالعراق، حكومة تحكمها الملال الإيران، حرس الثوري الإيراني لحكومة، ليس حكومة بالعراق، ليس طيب. قانون ضد الفقرة. شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا، أشكر حضرتك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، وربما يرتبط الموضوع الذي طرحناه قبل قليل وتجاوزات العتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف على المال العام، وكيف أن هذه الحكومات وهذه الأحزاب وهذه المرجعيات والعتبات التابعة لها هي السبب في رفع مستوى الفقر والبطالة في العراق. تتجه الحكومة الحالية إلى توسيع قائمة العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل والمتعففين الذين تشملهم شبكة الرعاية الاجتماعية، والتي تشكل شريحة تستمر في التمدد بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي أثر بشكل مباشر على الفقراء الذين تشير إحصائيات إلى أن نسبتهم تتجاوز 40%. طبعا مطلع شهر كانون الثاني الماضي وجه محمد الشيع السوداني بعد لقائه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجه بتعليمات بالشروع في تنفيذ البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لإدراجهم ضمن موازنة العام الحالي. إلا أن المناشدات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تدحض هذا التوجه الحكومي الذي يقول مراقبون إنه لغايات الاستهلاك الإعلامي، حيث أكد رجل مسن من محافظة القادسية قطع الرعاية الاجتماعية لراتبه بحجج واهية ودون مبرر مقنع منذ 6 سنوات، فضلا عن الاستهانة به عند مراجعته لمعرفة الأسباب. دعونا نستمع لمظلوميته. يعني أنا نفر واحد وراتبي 150,000 دينار، معقولة ميزانية الدولة ما تتحمل 150,000؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني يتمرحكون علي ويفر بروحه بالميز، وتعال أبو فلان ورد أبو فلتان، وتعال جيب المعاملة مالتك وذاك معاملة مالته، وان واقف اتنوع لهم، يقول لي ما يصير لك راتب. ليش ما يصير لي راتب؟ يهودي آني هم إلي حق، مجرم آني هم إلي حق، كافر آني هم إلي حق. يعني الله قطع حسة خبزة الكافر، قطع خبزة اليهودي، قطع خبزة المجرم، ينطي خبزة. فأنتم مثل ما تطلون للناس انطوني، دقوني حاسبة، شيكوني، تعالوا للبيت شوفوني ايش بيه ما بيه، شوفوا بيتي، شوفوا ثلاجتي، انكثوا جيوبي خابوهن فلوس. عمي خلوا الله بين عيونكم، عمي غضب السماء قاعد ينزل ليلية يومية كل ساعة، ما تعرف بيا ساعة نهتز، ما تعرف بيا ساعة تجينا طامية. وين الروح؟ يعني ذن التنفلس يفيدنكم؟ كلام في الصميم من هذا الرجل المسن
في مشهد آخر من مشاهد الفقر المدقع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمواطن يجمع قوت يومه من حاوية النفايات في محافظة البصرة الغنية بالنفط، والتي استضافت مؤخرا بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي كلفت خزينة الدولة المليارات. طبعا تفاعل العراقيون مع المقطع بمزيج من مشاعر الغضب والتعاطف والسخط من هذا الشخص، محملين الحكومة وسياساتها الخاطئة والفساد المستشري مسؤولية لجوء هذا المواطن للنفايات لتأمين قوت يومه. لنشاهد. شلون؟ اي والله منا. ليش؟ ما عندك؟ ما عندي شيء. لا أكل لا شيء. ما عندك تقاعد فيه؟ كل يوم ماكو قاعد والله العظيم. ها؟ ما الرعاية ما عندك؟ لا والله ما عندك. ليش؟ ما عندك ما ماكو. مستمسكات عندك؟ ها؟ مستمسكات عندك مستمسكات؟ عندي. ليش ما سويت ما الرعاية؟ رفعت من المستشفى صار ثلاث أيام. ها؟ صار ثلاث أيام شوف رعت من المدرسة، المدرسة الأساسية. مستشفى؟ المستشفى. كلها أبر. يعني تاخذ من الزبالة؟ من الزبالة والله. وحق على ابن أبي طالب. بس هاي الزبالة واحد ياكل منها يا ناس يا عالم معودين الله أكبر. عراقي ياكل من الزبالة الله ولا حد يا ناس يا عالم. شوفوا هذا الرجال باعوا هاي الزبالة جاك معدة. يعني صايرة بالله هاي حجي. طبعا هذه الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة. أهل الخليج إخواننا اللي دخلوا إلى المحافظة اللي أغلق أسعد العيداني المناظر الحقيقية للمدينة بهذا الجدار الذي قام ببنائه وإنشائه من أجل الإخفاء الحقيقة. هذا جزء بسيط من حقيقة أهالي البصرة، من حقيقة معاناة الشارع البصري، من حقيقة السرقات التي يعاني منها أهالي محافظة البصرة الغنية بالنفط. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. أبو علي يقول: نار جهنم في بطون كل من سرق مال الشعب العراقي، تطلع بصحتهم. جهاد يقول: أين العدل وحقوق الإنسان؟ هل هذه كرامة العراق؟ هكذا تهان؟ اتقوا الله يا مسؤولين، غدا يوجد رب عظيم ينتقم من الظالم. محمد يقول: لا إله إلا الله، تحت أقدامه كنوز الدنيا ويدور بالزبالة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حيدر يقول: الله أكبر، فلينظر السياسي ماذا حل، السياسيين ماذا حل بشعبهم وهم يتنعمون بخيرات العراق. السيد عبد الرزاق من باب المعنى، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للمعدلات الفقر اللي جاءت تزداد يوم بعد يوم، صراحة يعني بسبب وجود الأحزاب اللي دمرت البلد، وهم يعني خليني أقول لك شيء، إن هم إجوا بشعارات المظلومية ومن السوالف هاي التعبانة، لكنه شوف بوجودهم وبزمنهم شوف معدلات الفقر شلون جاي تزداد، لأنه ماكو يعني السياسه اللي تقضي على الفقر. ماكو ناس مخلصين يعني يهتمون بحاله المواطن العراقي. كل ما هم تهمهم مصالحهم مكاتبهم الاقتصاديه جيوبهم الخاصه، اما المواطن العراقي فما يحسبون لاي حساب. فلذلك سيد عبد الرزاق، كل الجهات اللي تحكم العراق، اغلب الاحزاب اللي تحكم العراق احزاب اسلاميه شعارها اسلامي، الدين ما شاء الله ما يفارق السنتهم، ويتكلمون دائما بالزهد بالتواضع بمحاربه الفساد، كلهم ما شاء الله شرفاء يحاربون الفساد. لان من اللي ديبوق الشعب؟ من اللي ديبوق العراق؟ شوف استاذ محمد، ذكرتني اكو مقوله الامام زين العابدين سلام الله عليه، تعرف يعني الامويين يعني انتهكوا بعيدا عن الجزئيه التاريخيه، لان هاي مو تخصصنا. نعم نعم نعم، وياك نعم. نعم. الربط بالموضوع هذا اي
يعني قتلهم الإمام حسين سلام الله عليه، فإجوا العباسيين بشعار للثارات. فذولا اللي إجونا نفس الحالة، فالمقولة ما الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ليت حكم بني أمية دام لنا وحكم بني العباس في النار. يعني العباسيين اللي إجوا شعارات بأنه طيب أرجع وأقول لك سيد عبد الرزاق، هاي متخصصنا، اعكس لي يعني استشهد بأحداث موجودة حاليا. إحنا بعيدا عن الشؤون التاريخية لأن هاي بها وجهات نظر، لكن القصد من اللي دي يصير بخصوص الوضع الحالي أنه الجهات الدينية اللي دي تحكم، قبل شوية عرضنا قضية العتبة الحسينية واستيلائها بشكل غير قانوني على المال العام، وهذه ليست الحالة الأولى طبعا ولن تكون الأخيرة أعتقد، وأحزاب إسلامية تدعي الدين والحفاظ على المذهب والحفاظ على الناس وحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، والبلد من سيء إلى أسوأ ومستويات الفقر بارتفاع مستمر، إذا هم كلهم شرفاء من اللي ديبوق؟ أستاذ محمد شوف، الخلل هو بالدستور. الدستور اللي وضعه هو كل الطامة الكبرى هو القنابل الموقوتة والألغام اللي موجودة بالدستور العراقي. يا أخي الدستور يعني يقول شعار المنهج مال الدستور العراقي هو أن يكون المنهج إسلامي. الدولة يا أستاذ محمد هي راعية للكل، راعية للكافر، راعية للمؤمن، راعية للمسلم، راعية لليهودي. فالإسلام الدولة ما ترعى دين، لا ترعى دين إسلامي ولا ترعى دين مسيحي، فالمفروض الدولة هي أم لكل مواطن. فلهذا السبب هاي الأحزاب الإسلامية اتخذت من هذا الشعار مالتهم والمنهج مالتهم اللي وضعوه بالدستور غاية لتبرير أفعالهم. طيب. فالمفروض يعني إحنا يكون عندنا المواطن والمواطنة أهم من كل شيء. طيب. شكرا نعم أشكرك السيد عبد الرزاق، من باب أكتفي بحضرتك بهذا القدر. دعونا ننتقل الآن إلى موضوع مهم وخطير أيضا مشاهدينا الكرام ضمن المواضيع التي نطرحها في حلقتنا لهذا اليوم. شهد الشارع الموصلي حالة من الغضب بسبب رفع صورة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي في شوارع المدينة، وطالب الأهالي الجهات المعنية بإزالة هذه الصور كونها تذكرهم بالفترة السوداء التي مرت على مدينة الموصل. ولوح سكان المدينة بتمزيق الصور التي عدوها خطوة استفزازية لمشاعرهم. دعونا نشاهد أدوات المالكي، ما الذي يفعلونه في مدينة الموصل؟ الرحمن الرحيم. قامت حركة آفاق تنظيمات نينوى بتنصيب صور للزعيم أبا أسراء بإشراف الشيخ أبو نوري مدير مكتب السيد أياد، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، حياتي للجميع. ليست الموصل وحدها من تعاني من هذا التدنيس، هناك مدينة أخرى أيضا تعاني من نشر صور ورفع صور نور المالكي، حيث شهدت طبعا مدينة كركوك أيضا رفع صور محمد الشياع السوداني مرفقة أو صورة المالكي بجانبه محمد الشياع السوداني في مدينة كركوك ضمن الخطوات الاستفزازية، وعد مراقبون نشر مثل هذه الصور بمثابة الرسالة التي تؤكد انصياع الحكومة الحالية لنفوذ المالكي كونه رجل الظل المحرك لها بعد أن خرجت جميع الأسماء من تحت عباءته كما يصف مراقبون. لنشاهد. قولي محمد وضع على محمد والي محمد، اللهم صل على محمد والي محمد. دعونا نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذه المقاطع. لدينا ميس تقول ما شبعوا من الصور على أساس صارت قمرة وربيع، أشو كل يوم مصيبة، شنو اللي تغير حتى هالصور معلقة؟ علي يقول 8 سنوات من الدمار الشامل للميزانية والشوارع والبنية التحتية والمشاريع مع دولة ضعيفة،
قادرة فقط على الفقير، والشباب انسحقت، البيوت والمحافظات تهدمت، خسائر لا تعد ولا تحصى من أموال ومدن وأموال وأسلحة. هذه حقبة نور المالكي يشير إليها علي. علي أيضا يقول يجب رفع كل صور السياسيين وإبقاء صور الشهداء فقط. في تعليق لدينا من أبو عباس يقول وين مدير البلدية؟ تخريب الرصيف تجاوز على الأملاك العامة. معنا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. عليكم السيد محمد، حياك الله. طبعا احنا مثل ما نصبوها الصور هاي يعني عنوة اللي لا لها قاعدة جماهيرية ولا عندها انجاز يذكر له، نعاهدهم ونعاهد اتباعه والاطاريين والولائيين والتبعية ان راح يجي يوم نحرق كل هاي الصور، لان هاي مو ارادة شعب. الرجال 8 سنوات دمر الميزانية، وهو من المؤسسين للميليشيات. كل الميليشيات اللي تأسست بالمبالغ الميزانيات العراقية اموال الشعب صرفها نور المالكي. منو السبب في سقوط الموصل؟ نعم، هو نفس القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي، هو سلم كل محافظات. منو اللي سلم ثلث العراق لداعش؟ كل هاي تعتبر يعني للمالكي. هاي اي شيء دمار من ومجزرة سبايكر يا سيد صباح، كل هالجرائم والمجاعة والفقر والظلم والميليشيات اللي سيطرت والمغيبين كلها مسؤول عليها القائد العام للقوات المسلحة. الارهاب اللي صار بالعراق هو المسؤول عنه. الميليشيات اللي تفرعنت وسيطرت او استحوذت على كل فواصل الدولة هو المسؤول عنه. المخدرات اللي دخلت العراق وانتشرت بين الشباب هو المالك اللي سمح بدخولها للعراق والتجارة بها داخل العراق. النفط الأسود طبعا للأسف ايضا اكو نماذج تطبل لهؤلاء. يعني ذاك اليوم طلع حميد الهايس على احدى الشاشات اللي هو احد اتباع المالكي يقول السبب في سقوط المدن هم اهل المدينة، هم ابناء هذه المحافظات، ابناء هذه المدن، هم اللي تواطؤوا واسقطوها. تخيل العقلية اللي دي يمثل محافظة، هو يعتبر نفسه يمثل محافظة مثل محافظة الأنبار، شلون يتهم أهلها الشرفاء اللي حاربوا دائما الإرهاب وحاربوا دائما الاحتلال وقاوموا الاحتلال، شلون يتهمهم أنه السبب في سقوط مدنهم؟ طبعا يعتبر حميد الهايس ابن المالك المدلل. يعني المكاتب الاسناد اللي هو مسؤول عنها اللي تابعه للمالكي، شلون ما يحكي هيك حميد الهايس اللي مستفاد من عنده ماديا من النور المالكي؟ حمايات ورواتب وميزانيه تصرف إلى بكيفه. فحميد الهايس لازم يكون من المطبلين والمدافعين. احنا مثل ما اكو موالين للمالكي من الإطار عندنا، احنا ايضا سنة المالكي اللي حميد الهايس هو يترأسهم. فهذا مو شيء غريب على ابو البعران ان يدافع ويطعن بالمحافظات مثل قضاء الفلوجة ومحافظة الأنبار، وشفنا احنا قبل كم يوم تهجم على موجود مشاريب كحولية، محافظات ومدن يضرب بها المثل عند امريكا، شلون دمرتهم ودمرت قواتهم وشوفتهم الويل والرعب. يجي واحد مثل هذا وغيره يقولون عليهم إرهابيين وطببوا الإرهاب البلدهم. أستاذ محمد بس كلمة أخيرة، لا تصدق والأخوة اللي يسمعون والعراقيين الشرفاء إن أهل كركوك الشرفاء هم نصبهم الصورة أبدا. إحنا عندنا قناعة تامة اللي نصبها هم الميليشيات الحشد في سبيل على شبيك كسب إعلامي. النور المالكي محبب في منطقة ما إلى أي وجود بيها، يسكنوها العرب والأكراد والتركمان من مئات السنين، ما عندهم ولا إلى هيك شخصيات تافهة. طيب، جاي مرورون مشروع. شكرا سيد صباح، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. ومثل ما قال سيد صباح، اللي وقفوا وعلقوا الصور مبينين هم منو وتابعين لمنو وش قد عددهم الحقيقي، وأبناء المدينة لهم رد على هذه الصور اللي تم رفعها في شوارعهم لأشخاص كانوا السبب ليس فقط في تدمير محافظاتهم وتشريد أهلها، بل في تدمير العراق وسرقة ثرواته. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة إنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. طبعا تتجدد معاناة المواطنين في فصل الشتاء كل عام بسبب شحة المحروقات التي تشهدها مناطق عديدة من العراق، ومع انخفاض درجات الحرارة تبدأ رحلة المواطن العراقي للبحث عن المحروقات لتوفير الدفء، بالرغم من توزيع وزارة النفط الحالية حصة معينة من مادة النفط الأبيض على المواطنين، إلا أن محدودية الحصة وما يرافق توزيعها من منغصات تفرض على العائلات تقنينا في الاستخدام. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي أنتجه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من فقرات في حلقة صوتكم لهذا اليوم. الآن مع فقرة الهاشتاج، حيث طالبت الطواقم الطبية والتمريضية برفع مخصصات الخطورة ورفع رواتبهم التي أكدوا أنها لا تكفي لمتطلبات الحياة والارتفاع الكبير في تكاليفها بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي. طبعا تفاعل عدد كبير من الأطباء والممرضين مع وسم زيادة خطورة الجيش الأبيض للضغط على وزارة الصحة. جئناكم ببعض التغريدات. حيدر يقول: بعد التسويف والمماطلة من مجلس الوزراء وعدم إدراج موضوع زيادة الخطورة لحد الآن، نعلن إطلاق حملة إعلامية واسعة على تويتر وكافة وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بزيادة مخصصات الخطورة للمهن التمريضية والصحية بشكل عاجل. هذه ستكون رسالة قبل الثورة. تغريدة من نور تقول: في حال لم يتم التصويت على زيادة الخطورة للمهن الصحية والتمريضية سنعلن الإضراب العام، وعندها ستعلمون ما هو دور الكوادر الصحية والتمريضية في المؤسسات الصحية. تغريدة من عمر يقول: ليش نطالب بزيادة الخطورة؟ لأن شغلنا بالمستشفى هو شغلنا الوحيد بسبب كثرة أيام الدوام وبدون عطل، وما نقدر نشتغل شغلة ثانية مثل غير وزارات، مثلا مدرس خصوصي أو معاهد، وما نقدر نكمل دراسة إلا بشروط تعجيزية. مع كل هذا راتب لا يسد مصاريف الحياة. تغريدة لدينا من محمود يقول: نطالب بزيادة مخصصات الخطورة للملاكات التمريضية والصحية في وزارة الصحة ولا تراجع عن حقنا هذه المرة، فمن غير المعقول أن نعيش مع الأوبئة والأمراض والراتب لا يكفي المعيشة. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.